هذا وتوعد المعتصمون أمام المحطات الحرارية في ذي قار توعدوا بتصعيد تظاهراتهم بعد انتهاء مهلة 48 ساعة والتي أعطوها للحكومة الاتحادية والمحلية لتنفيذ مطالبهم الخاصة بإمداد المحافظة بالكهرباء مدة 24 ساعة دون إخضاعها للقطع المبرمج وحل مشكلة التوزيع والنقل والصيانة في المحافظة. نتابع. تظاهراتنا مستمرة أمام الطاقة واعتصامنا مفتوح ونمهل الحكومة المركزية والمحلية. ترى بس باكر عندكم، باكر راح يتم قطع الدوائر كلها والجسور كلها، ومهلتنا لباكر. مثل ما قلنا مطالبنا هي تجهيز كهرباء 24 ساعة في ذي قار، هذا أولا. ثانيا حل مشكلة الإنتاج وحل مشكلة النقل، حل مشكلة التوزيع والصيانة، مو فقط الانتاج. احنا حاليا يسولفونا بس بالانتاج، احنا اذا صار عندنا انتاج يكفي ذي قار ما راح يقدر يوصل هذا الانتاج للمواطن، لان عندنا خطوط متهالكة وعندنا ضعف بالتوزيع وضعف بالنقل وضعف بالصيانة. فلذلك الاهم من الانتاج هو حل مشكلة النقل والتوزيع والصيانة وتوفير كهرباء 24 ساعة في ذي قار. مطالبهم اللي حقها هي مطالب عامة، توفير كميات كافية للكهرباء. طبعا محافظة ذي قار الناصرية تمتلك طاقة غازية وطاقة ثانية اللي هي الكهربائية اللي موجودة، ما جاي تنفي بالغرض. درجات الحرارة عالية، الحكومة المركزية والحكومة المحلية لم تلفت الانتباه لهذه الشباب، اعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب. رسالة حكومة محمد الشاع السوداني والوزير الكهرباء وشكو وزير بالعراق وحكومة المحلية ومحافظ الناصرية، مهله راح تخلص الأربعاء بس ما في كهرباء، الجواز هي ترجع واحتصام مفتوح. ما يعطونا كهرباء ليه؟ حرام عليكم، احنا اطفالنا تموت من الحار وكبارنا، احنا ما نريد منكم شيء، بس تعطونا كهرباء. اهل الناصريه شو مسوي لكم؟ ناس فقره تريد كهرباء بس اهل البصره، مو حرام عليكم؟